سورة القدر مكية. من مقاصد السورة بيان فضل ليلة القدر. التفسير: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلنا القرآن جملة إلى السماء الدنيا كما ابتدأنا إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وهل تدري أيها النبي ما في هذه الليلة من الخير والبركة؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة ليلة عظيمة الخير، فهي خير من ألف شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة وينزل جبريل عليه السلام فيها بإذن ربهم سبحانه بكل أمر قضاه الله في تلك السنة، رزقا كان أو موتا أو ولادة أو غير ذلك مما يقدره الله.